الوضوء حتى كل الحدث بالصوت والصورة. تحية حقوقية لكل هؤلاء المواطنات والمواطنين الذين يتواجدون منذ صباح هذا اليوم بهذا المكان بضواحي صبرا جماعة ولاة ستوت، والأمر يتعلق بالهجوم والعبث والتغول لبعض الناس. احنا الآن أمام واحد شركة اللي كانت عقدت واحد العقد ديال الكراء باش تستغل هاد الأحجار، إلا أنه السيدة المعنية والورثة ديالهم التجأوا للقضاء، وفعلا القضاء نصفهم وحكم على الشركة بطرد من هاد المكان وبتعويض ما يقارب يمكن 25 مليون كغرامة. هاد الشركة باش يتحايل على القانون، واخا انني كنتكلم الان على واحد المحضر اللي منفذ، ما قيمة هاد المحاضر في الدولة الا ما كتنفذش. جات هاد المرأة حكمت ليها المحكمة ونفذت على هاد السيد وفرغاته، ناض تحايل التجأ مرة اخرى للمحكمة كيطعن في هاد المحضر ديال التنفيذ باعتبار انه حكم والله اتضرر من هذا الحكم. هذا حكمات المحكمة من جديد بأن هذا المحضر ديال التنفيذ محضر سليم وصحيح ورفضت له الدعوة. الحكم كان في 23 نوفمبر من الشهر الماضي. هذه الشركة من عرفت بأنها محاصرة من طرف القضاء، هذا الصباح جابوا مجموعة ديال المعدات كيف ما كتشوفوا هنايا، نزلوها باش يبدا الاشتغال. إذن هنا التساؤل ديالنا كهيئة مغربية لحقوق الإنسان، شكون يكون هو هاد السيد ولا هاد الشركة ولا المسؤول ديال هاد الشركة اللي عنده كاع حد السلطة وحد الصلاحية؟ التجأنا للقضاء، خاص القضاء وخاص العدل هو اللي يكون الكلمة ديالو الأخيرة والنهائية. إذا كان القضاء وإذا كان العدل حكم على هاد السيد بالطرد وبأداء المعنية 25 مليون، شنو كيدير هنايا؟ علاش كيتواجد هنايا؟ فين هي السلطات؟ وكنقول بشكل اساسي السيد وكيل الملك، لان السيد وكيل الملك الان مطالب بتقديم باتخاذ الحزم وتطبيق القانون.